لدورة 16 خلال هذه المواجهة التي ستجمع بعض لحظات ما بين فريق سريع واتزم والذي يستضيف فريق دفاع الحسني الجديد في مقابلة فاصلة بكل المقاييس. إذا سنعطيكم التشكيلة: محمد بوجد في حارسة المرمى بالنسبة لسريع واتزم، عز الدين النقاب، رشيد أبو زهر، سعد المرسلي، محمد فكري، بلال بكري، حمزة المدني، عبد الرحيم خدو. البداية كانت من سريع واتزم في انتظار ما ستفرز لنا هذه المباراة. إذا نتابع الآن هذه محاولة لصالح فريق الدفاع الحسني الجديد. المراوغة وتعود الآن، ولكن كان هناك بالفعل كانت خارج. الآن هذه كرة عالية، هذه كانت محاولة يمكن أنها كانت تشكل خطورة. احترافي نتابع الآن هذه محاولة، كانت محاولة وخدو كان بارتقاء جيد يبعد هذا الخطأ. حتى الآن عن الضغط جمعة مسعود، ولكن تسديدة كانت تعود الآن ديو ميرسي مع فكري، كانت فيها مغامرة. الآن دائما من جانب فريق الدفاع الحسني الجديد، الحكم الدفاع الحسني الجديد ومحاولة التمرير، ولكن في طريقة التفاؤل والتأثر مع أي مباراة. كان هناك المحاولة، محاولة خطيرة جدا. إذا أبرز محاولة في حدود الدقيقة يا حدرافي، هي خطيرة جدا، خطيرة جدا هذه المحاولة. دائما الضغط وضربة جزاء، ضربة جزاء السيد كشاف مصطفى كان قريب ويعلن عن ضربة جزاء، وسنتابع الإعادة. ضربة جزاء وستعطى الإشارة الآن عبد الفتاح حدراف، ويسجل الهدف الأول للفريق الجديد. إذا الهدف الأول في حدود الدقيقة 25 من نقطة الجزاء، إذا الهدف الأول من نقطة الجزاء. إذا سنتابع هذه الإعادة لهذه المحاولة التي أعطت الآن حمزة المدني. مرة أخرى المدني، كان لعب سعد مرسي، خطيرة جدا فكري يسدد وتيب بوخريس، والحكم يقول ضربة جزاء. على مباراة ضربة جزاء سنتابع هذه اللقطة وبالتالي مراجعة الفيديو. إذن الحكم يتراجع عن القرار. قامت بجسد اللاعب، لقطة والأروع. اي 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 مباراة مثيرة. تسديدة ترتطم بالعارضة، وجمعة مسعود لم يضيع هذه الهدية ويضيف الهدف الثاني، يضيف الهدف الثاني. هيستيريا لأنصار الفريق الجديد. نتابع هذه اللقطة وهذه الإعادة لهذه المحاولة الأخيرة أجل مواصلة هذا المسار. تعود الآن كرة عالية، كرة عالية، لكن عبد الله غراف جدا خطير، جدا خطير جدا. وهي فرصة الآن للفريق، ضغط رهيب للفريق الجديد من خلال هذه المحاولة الأخيرة. نتابع حدراف كرة عالية ومحاولة الفريق سريع وزمو. اي 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 على محاولة كان وضعية سليمة. تسديدة من ميغري اللي كان وراء المحاولة لفريق سريع وزم. فندلان ومحاولة، ولكن ركنية ومحاولة ما دعساه من زكريا حدراب. اي 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 اي
هدف ولا أروع. معطي تميزو يسجل هدف متميز، ضربة قاضية لمجهود عن الاستفزازات. نتابع هجمة وهدف لفريق سريع واتزام فكري. أوه على مباراة الحصيلة الآن، 3 أهداف لهدف. 3